خلاص يا مدحت بقول له كده خلاص ماشي. شيكت على الحجز الرجالي؟ كله تمام والعدد مظبوط. على كيفك تملي عيني. انت قلت حاجه؟ لا يا فندم. ايه الصوت ده يا مدحت؟ ده جاي من حجز حريم يا فندم. افتح. مين فيكم اللي كان بيتكلم؟ انا باشا. كملي. أول لا 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 حتة السيسبان. السيسبان اشتكى الورد قال ده مين يا لالي ده العناب افتحوا ده العاشق المسكين يا لالي. اسمك ايه؟ رباب. اهلا يا رباب. اهلا بيك يا باشا. مين دي يا مدحت؟ دي واحدة جاية في التحريات وتمشي بكرة الصبح ان شاء الله. لا ما تمشيش يا مدحت. ما تمشيش ازاي؟ ما اعرفش يا مدحت اتصرف ما تدخلنيش في تفاصيل. احسنت يا رباب. تشكر يا باشا. تجديد اربع ايام. منورانا يا رباب. اقفل يا ابني. انا فخور بيك يا بيرم. بس خد بالك دي البدايه. الشطاره بقى يا ناصح ازاي تعرف تدير مشروعك وتحافظ عليه. بس انا عندي مشكله دلوقتي يا دكتور ان الولد ده لو اتكلم ممكن الناس تهرش انه عصفور، خصوصا انه ليه طريقه كلام حقيره جدا، طريقه مميزه، غير انه هو قلدغ في الخين في السين. اه طب اقول لك، جربت معاه حمض الدوريمي واضفت له كمان السولا سي دو بس جاب نتيجه عكسيه. انا مش فارق معايا دلوقتي ان صوته يتغير، المهم بالنسبه لي اني اخفي اللدغه. لدغه سين سولا سي. آه، العبها تكنولوجيا. قصدك عن طريق المسح الحنجري المبولي؟ بالظبط، العبها تكنولوجيا وادمجها بالبدلة بحيث إن اللدغة تروح له بس وهو لابس البدلة. يا حبيبي اتفضل يا صريح بيه اتفضل. شفت بيحبك قد إيه؟ شفت جايب لك الشوكولاتة اللون اللي بتحبه، ذهبي في أحمر. أهلاً. ايه يا بيرو يا حبيبي يا قمر يا منور كل حاجة حلوة. ألف حمد لله على السلام عليك. ازيك يا بيرو؟ رد على عمو كويس يا حبيبي. هروح أعمل لكم حاجة تشربوها. اتفضل يا طنط. ايه يا بيرو؟ ما بتردش عليا في التليفونات ليه؟ معلش يا انكل انا كنت تعبان شويه من اللي حصل لي النهارده. كده برضه تخضنا عليك؟ لا 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 معقوله؟ اما الافزاز والعبقره اللي زيك يموتوا نفسهم هيفضل ميل للبلد دي؟ عز الدين عتاقي والحراميه اللي زيه، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ كان ايه اللي حصل لده كله؟ كان عندي ازمه نفسيه عشان اللي فاطمه عملته. فاطمه منطق؟ أمك دي قمر ومنورة بكل حاجة حلوة. أمك دي أشرف ست في الدنيا. ده أنا شخصياً ياما حاولت معاها بعد ما أبوك مات على طول وهي رفضت تماماً. حاولت إيه معاها؟ ها؟ حاولت إيه معاها؟ حاولت أجوزها، جبت لها عرسان كتير قوي لكن هي رفضت. عارف رفضت ليه؟ عشانك أنت واخوك ابنودي. انت ايه مخك راح لفين بالظبط؟ لا مش حلوه منك دي، الظاهر ان هوا البرج خطف برج من دماغك. الظاهر. على العموم يا انكل انا بشكرك على مجيتك النهارده. لا معلش، انت هتيجي تشكرني بالليل على الهوا. على الهوا ازاي يعني؟ هتطلع معايا في البرنامج بتاعي، البرنامج الشهير الجميل الفيل عضر فيل. فيل ايه ودار فيل ايه؟ مش هطلع انا في برامج. انا اعلنت خلاص ان انت هتطلع معايا في البرنامج. الناس عايزين يسمعوا منك يعرفوا ايه اللي انت شفته بالظبط. اعمل معروف يا بيرم يا ابني، ده في اعلانات محجوزه بالشيء الفلاني على قفا الحلقه دي. اعلانات؟ قلت لي بقى في اعلانات. لا احس كده بقى انا مش هينفع اصغرك. ماشي بس انت كمان ما تصغرنيش، انا هطلع معاك بس هحتاج مواصلاتي. ايه شغل النقاشين ده؟ لا مش حلوه منك دي. بس ماشي يا سيدي ماشي. اها انا هكتب لك شيك بخمس آلاف جنيه. حلو 5000 جنيه؟ حلو قوي. اهو على بركه الله.
5000 جنيه مصري فقط لا غير لحامله. مش انت حامله؟ حامله. صريح الفيل. اتفضل يا حامله. لا يا حامله. ثانية واحدة. ركز معايا. ايه ده؟ شيلها ازاز من نصين كده. النص التاني تاخده بعد الحلقة إن شاء الله. وده يتصرف كده؟ أنت صرفت شيكات قبل كده؟ عمري. طيب هيتلحم وتصرف حياتي خالص. بعد ما طرت فوق اتذكرت جملة سمعتها قبل كده من الفنان عادل إمام في فيلم طيور الظلام. اللي يشوف البلد دي من فوق غير اللي يشوفها لا مؤاخذة من تحت. الناس كلهم مستقلين بيا، مع إن أنا في ثانية لو اعترفت إن أنا الرجل العنابي هيحملوني فوق الأعناق ويهللولي كمان. دنيا حظوظ، مش قادر أحط إيدي على البال في دنيا. عصام كريكة اللي يقعد كده بورقة وقلم ويتعلم مني الغنى نجم نجم، وأنا يا دوبك رقاص وراه. بس كل ده مش مهم خالص. أنا الشخص الوحيد اللي يهمني إنه يعرف هو سلمى. سلمى وبس. شبيك لبيك رجل العنابي بين ايديك. خدني اي مكان نبقى لوحدنا فيه. انا شقتي فاضية، ما تيجي ونجيب مليجي. نعم يا قد بدل ما لبك. انا اسف يا ابله سلمى، كنت مفكرك قاصرة. طب يلا قولي هتاخدني على فين. رجل خارق زيك يقدر يروح اي حتة في العالم، ايش معنى هنا؟ حاسة تضايقني يا ابله سلمى لو قلتلك ان الرجل العناب ما بيرتاحش الا هنا في اسكندرية. بجد؟ بجد يا ابله سلمى. كوباية شاي على كوبري ستانلس او حتى هنا في المتنزه ابرك 100 مرة من 100 عصير برتقان في برج ايفل. شورت وفسفوري علي مراكب من شارع خالد بن الوليد ابرك 100 مرة من 100 منطلون من شارع الشامبليزيه. ياه انت كبرت قوي في نظري يا النابي. وبالمناسبة السعيدة دي انا كنت عايز اغني لك غني. غني يا النابي. انا اول حاجة للاستاذ احمد زكي من فيلم الاستاذ حليم. الله انا بحب قوي اغاني احمد زكي. طب اسمعي. والناس بيلوموني وعامل يا سلمى عايزين يحرموني منك ليه يا سلمى. الله صوتك حلو قوي. انت عارف صوتك بيفكرني بواحد اعرفه كويس قوي. عصفور. ايه ده؟